كلمة من الشباب رئيس الوزراء إلى ساحة الحبوبي. تفضل. شبابنا، أقول لكم شغلة واحدة، عندنا فرصة تاريخية نعيد بناء هذا البلد. أنتوا طلعتوا من أجل كرامة الناس ومن أجل انتخابات نزيهة مبكرة. انتخابات نزيهة مبكرة هذا مطلب جزء من برنامج حكومي، ومطلب طلبناه من أخواننا في البرلمان، وتم الاتفاق قريبا ينتهي هذا الملف. أتمنى عليكم تكون مطالبكم سلمية، تصرفاتكم سلمية، وإحنا مسؤول عن حماية وتلبية مطالب. دولة الرئيس التوفيق إن شاء الله. دولة الرئيس مطالبهم هي سلمية، وهم ناس سلميين، وأنت حاسبينكم وأبوهم. بس إحنا اللي نريده وقفتك هاي، ويعني وقفتها اليوم في قار، نريدها دائما مستمرة. إن شاء الله نستمر في ذي قار، ذي قار مدينتنا أهلنا، قدموا كثير. وأقول لهم شغلة واحدة، من تورط بالدم العراقي سوف ينال جزاء. دولة الرئيس الله يبارك فيك. بعد ما تعرف خلاص.